انت على البنك الاهلي، خليني برضو يعني اخدك للبنك الاهلي. البنك الاهلي ده فريق لغز كبير، بالظبط. قدم مباريات قويه قدام الفرق الكبيره، وتلاقي مباريات كده بيبقى اوت اوف جيم، ما جاش اصلا الجيم. يعني بالظبط. شفنا انبي امبارح بيفوز عليه بسكور كبير جدا، على الجانب الاخر هو فايز قبل كده البنك الاهلي على النادي الاهلي، بالظبط. كان متقدم على بيراميدز بيفوز عليه 3-2 في مباراه برضو من اقوى مباريات دوري بالظبط. نايل، وبيقدم مباراه قويه قدام نادي الزمالك. الزمالك بيفوز بصعوبه على البنك الاهلي، يعني لغز الحقيقة البنك لغز الاهلي. كبير، ولكن وجود كابتن طارق مصطفى، ويمكن رغم الهزيمة بخماسية امبارح تم تجديد الثقة لكابتن طارق مصطفى، تم يعني إيقاف المستحقات لجميع اللاعبين حتى نهاية الموسم. أنا شايف إن الحقيقة البنك الأهلي نشوة، زي ما أنت قلتي، نشوة الـ الأداء الجيد أمام الفرق الكبرى بتورطه في المباريات العادية. يعني نشوة انتصار الزمالك بصعوبة عليه والأداء الجيد اللي هم عملوه ده قدم نشوة للعيبة شوية إن هم يقدروا يكسبوا أي حد، بس وده انبي اللي برضه حصل بيقدم مردود قوي طبعا. جدا في الدوري، وده كان اكيد البنك الاهلي بيعي الامر ده. بالظبط. يعني هو طبعا يعني مش كل اللعيبه بتركز على الفكره دي، دايما في لعيبه بتركز على الفرق الكبرى بس. ازاي انا قدرت ان انا ممكن اكون، شفنا البنك الاهلي ازاي حقق الفوز على الاهلي بنتيجه 4-3. فالحقيقه نشوه الانتصارات او الاداء الجيد امام الفرق الكبرى دايما بتورط الفريق لقدام، وده اعتقد دور كابتن طارق مصطفى ان هو يغير ده بالتنسيق مع اداره النادي، اللي الحقيقه زي ما قلت لك يعني وقعت عقوبات فوريه على اللعيبه، وفي نفس الوقت ما هدتش الاستقرار الفني يا أميرة، لأن مش سهل إن أنت تخسري 5 وتطلعي تاني يوم تجددي الثقة في كابتن طارق مصطفى. لا، ده نابع عن ثقة، ده نابع عن مدى ثقة الإدارة في طارق مصطفى، وفي نفس الوقت بيدي رسالة للعيبة إن أزمتي معاكم كلعيبة مش أزمتي فنية خالص، فبيمنح اللاعب استقرار ذهني إن المدرب كده كده مكمل معايا. عارف انا بقولك الكلام ده ليه؟ لان اللي بنشوف الاداء اللي بيقدمه البنك الاهلي والنتائج في بعض المباريات بيقول ان الفريق ده يقدر بالظبط وعنده، بالظبط. لكن بيجي في مباريات هو مش موجود خالص في الجيم، الحقيقه البنك الاهلي بعد مباراته امام الاهلي الكل توقع ان هو ممكن ينافس على مركز بيعود في من المربع، جديد. بالظبط الحقيقه. لكن زي ما قلت لك اعتقد ان اللعيبه فاقده للتركيز في مباريات بتفتكر ان هي سهله زي مباراه امبارح، لكن هي ما بتبقاش سهله، لان زي ما انت برضو قلتي ان الفرق كلها في الدوري بقت صعبه دلوقتي، الفرق كلها بقت بتلعب بتكتيك معين، اعتقد ان الموضوع هيبقى صعب على كل الفرق. طيب على الجانب الاخر امبي، شفت امبي ازاي في السيزون ده حتى الان في دوري نايل؟ هي امبي ماشي بشكل متوازن جدا سواء على المستوى الهجومي او الدفاعي في مبارياته. كابتن سيد ياسين عامل اداء كويس جدا خاصه على المستوى الدفاعي، لان امبي عانى خلال السنوات الماضيه من ازمات دفاعيه بالجمله، وفي نفس الوقت سياسه ادارته يا اميره بتقتضي على الاعتماد على اللعيبه الشباب. يعني شفنا ازاي يوسف لبيب ازاي قدر ان هو يتالق امام الاهلي، لعيبه شباب، لعيبه بتظهر من قطاع الناشئين. دي سياسه اداره النادي الفتره الاخيره بحيث ان هي تفيد الفريق في الوقت الحالي وفي نفس الوقت تستثمر للمستقبل، والحقيقه ده يحسب لاداره انبي. بالاضافه ان في لعيبه مميزه يعني شفناها يعني محل اهتمام حتى من الاهلي والزمالك والفرق الكبرى في الدوري زي اوفا وزي كالوشا، فبتتكلمي ان لا، الامكانيات موجوده عند انبي، الاستقرار الفني موجود، الاستقرار الاداري كمان موجود، فاعتقد ان كل الوسائل او الامكانيات متاحه متاحة جدا لانبي ان هو يحصل على مركز مميز، وليه لا ما يبقاش في المربع الذهبي في نهاية الدوري. كابتن يعني سيد ياسين قال لك انا نفسي احصل على الدوري، يعني وحتى انا في بداية الحلقة قلت حق مشروع، طبعا حق مشروع لاي فريق في دوري نايل بيقدم مستوى قوي طبعا. ان هو يحلم بالدوري، ليه لا؟ يعني شفنا يعني لو هاخدك لاوروبا شويه، فبتتكلمي في ليستر سيتي انجاز استثنائي قبل كده بحصولها على الدوري الانجليزي، ما حدش كان يتوقع، ما حدش كان مفاجأة عارف طبعا. اصلا ليستر سيتي قبل التتويج بالدوري الانجليزي، فهو حق مشروع طبعا، وان كان المنافسه طبعا صعبة بتبقى صعبه جدا نظرا لامكانيات الاهلي والزمالك وبيراميدز والعديد من الفرق، وفي النهايه الموضوع بيقتصر على الاهلي والزمالك بس، لان الموضوع مش امكانيات بس، هو الموضوع شخصيه برضو لعيبه، شخصيه جهاز فني، يعني خبرات متراكمه سابقه، فاعتقد الموضوع مش سهل خالص، وان كان تصريح حق مشروع طبعا.